السيد مجد عبد المنعم رئيس التيم في المديرية العامة للترابيب، والسيدة فئام عميق الوطني للطب الاجتماعي، السيد عاصم نبيل كذلك مسؤول الوطني للطب الاجتماعي، كما نرحب برؤساء جمعية الحاضرين والضيوف وجميع الحاضرين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. اليوم ديالنا واحد اللقاء مقال غرفه التجاره والصناعه جهه الدرب الاسطات، اللي غادي يحضر فيه واحد العدد ديال التجار والمهنيين، وكذلك من التاطير ديال مسؤولين ديال اداره الضرائب، ومسؤولين كذلك من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غادي نناقشوا فيه مثلا الاعفاءات اللي كاينه ديال الضريبيه، يعني بالنسبه للناس، وكذلك اللي عندهم المشاكل ديال المشاكل بالضبط اللي كيلقاو من اللي كيمشيو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان المساهمه التكميليه داخله دابا في الضريبه في اطار السي بي والمساهمه المهنيه الموحده. كاين اللي تيكون عنده بعض المشاكل، مثلا تيمشي لاداره الضريب تيقول عندك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كيمشي تما تيقول له تيسير هي. لهذا ارتئينا ان نجمعوا جوج الادارات باش يجاوبوا على جميع التساؤلات اللي كاين عند التجار والمهنيين اللي غادي يحضروا معنا ان شاء الله في هذا اللقاء. كذلك نناقشوا بعض القوانين والمستجدات اللي كاين في المسألة ديال التغطية ديال الصحية، وكذلك المسألات اللي كانوا في الضرائب. هذا المشكل كاين بالضبط من اللي بدا نظام جديد ديال السي بي او ديال المساهمين المهنيين الموحدة، لأن داخل ملي كتخلص الضريبة كتخلص مع الواجب التكميلي ديال التغطية الصحية. هنا الناس ملي بعض الناس كيأديو له كل شيء، وملي كيمشيو يستافدوا كيلقاو عندهم مشكل في لاسينيسيس، يقول حقا راه تحبس لك سميتو، خصك تمشي لهذه الإدارة تمشي لهذه الإدارة. لهذا كنحاول ما أمكن باش نلقاو الحلول مع المسؤولين ديال هذه الإدارات. كيفاش بدات على حساب الشارع، هي الشريحه ديال هادو ديال العمال غير المشرع اللي بها بداو على حساب كل نوع ديال